السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معانا قراءتين روحانيين بفضل الله تعالى بهذا السبحتين. اختار لك سبحة من السبح وشوف قراءتك كاملة باللي حاصل معاك وتفسير كامل عن الزواج وعن المنفصلين وعن الرجوع وعن الدراسة وعن كل شيء هتلاقيه. هتنصدم من هذا الفيديو، هتلاقي تفاصيل حياتك كلها موجودة في هذا الفيديو. اختار لك سبحة من السبح وشوف رسالتك وقراءتك. هنبدأ بالسبحة الأولى، هذا السبحة الأولى وبعد ذلك السبحة الثانية. ففضلا وليس أمرا ادعموا الفيديو باللايك أحبابي في الله، وكنت لم تشترك في القناة يشرفنا اشتراكك في القناة، واللي حابب يتواصل معنا واتس للكشف أو العلاجات ادعم الفيديو بشكرا وابعت رسالة على الواتس وراح نرد عليك بفضل الله تعالى في الكشف والعلاج. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. أصحاب السبحة الأولى، جيالك فرحة، ديالك الفرحة بإذن الله تعالى، ديالك الفرحة من غير الترتيب خالص، وهو عوض ديلك من ربنا لأنك تعبت كتير وعانيت كتير في اللي حصل في حياتك، حاجات كتير تعبتك، ليك فترة بتعاني من تعب، من ضيق، من قلة رزق، من وقف، من أكله حقك أو أخذه حقك، ما عطوكش ورثك، ما عطوكش نصيبك، بيفتروا عليك واتكلموا عليك وأذوك كتير. من فترة بتعاني كبيرة، كل شيء سيتغير في لحظة بإذن الواحد الأحد لصالحك، كل شيء راح يتغير بقدرة الله تعالى لصالحك، لأن الله يريد ذلك، فلا تقل مستحيل ولا تفكر في كيفية الفرج، كله في يد الله بإذن الله تعالى. وراح تندم الأشخاص اللي سحرتك، اللي أذوك بسحر الوقف والمرض، عمل لك تعطيل، فرق ما بين زودك، تعبكم وعراقيل كتيرة، راح يندموا اللي سحروك بإذن الله تعالى. الأشخاص اللي ظلموك شايفهم استغلوك، بعد فوات الأوان قر عينا فحقك رادع وستفاجأ بعوض الله. حرف من أسامي الساحر، حرف الدال والميم والعين والواو، هذا أحرف من الست أو الشخص اللي ذهب للساحر أذاك. ديلك مبلغ مالي، ديلك مبلغ مالي كويس، قد تكون مكافأة، تكون مكافأة أو هدية أو ردوع دين أو ورث ديلك بإذن الله تعالى. الطاقة هتفتح أمامك، اخرج من الكسل والتعب والخنقة والضيق اللي عندك، اخرج من كل هذا، ما تخليش حدا السيطر عليك ولا السيطر على جسدك. انا شايف انت بتفكر كتير وصعبان عليك، من يعني لقم او لقم بعض الاشخاص معاك. عندك هنا شايف حضور مناسبة، وشايفك هنا عندك خمول فوق كتافك وكأن بتحارب لوحدك. رب العالمين هيجيب لك حقك من ناس ظلمتك، وعندك شخص هيكون يعني هيكون واجع قلبك في حب. في هنا مثل يعني بقول لك الباب اللي بيجي لك منه الريح سده واستريح. شايفك هنا انت يعني محتاج يعني تقفل مشاعرك، في ناس هنا سرقها او ناس بتسرق او ناس سرقت منك حاجة، بس عندك نصر في حكم او محكمة، في عندك حكم او محكمة او ميراث او فلوس ديالك من الدولة اللي ارى فيها حكم، وعندك شخص قريب منك هيحصل عنده تعكيسات كتيرة وهتكون زعلان عليه. وبقول لك عندك خدعة وعندك انسانة متلونة في الكلام، هيوصل لك كلام من وحدة ست هيعصبك قوي، بس هتلاقي اللي هديك علشان ما تعملش مشاكل. في مكالمة تليفون بتديلك بتحكي فيها على بعض أمور تخصك أنت، وعندك هنا شخص هيرجع من الماضي، بس هنا حتى ولو رجع الشخص من الماضي هيرجع بنفس صفاته السلبية. في علاقة ثلاثية في حياتك هتخليك هنا قلبك تعبك كتير، في ناس
حواليك او حواليا منك الناس دي قدامك بكلام ووراك بكلام تاني، قدامك بكلام ووراك بكلام تاني، ما يعني بيبدله. شايف هنا بيحاول يظهر نفسه بصورة عكس صورة، هيجي لك رزق عند خلاص بابك، رب العالمين هينصرك. واللي ما عندوش حبيب هيكون متردد ما بين شخصين في خبر مزعج جدا على حد، وعندك زيارة لدكتور، وفي عندك هنا طاقة إنجاب أو طاقة حمل، طاقة الإنجاب وطاقة الحمل قدامك مفتوحة. وشايف هنا يعني بتحاول تشغل نفسك علشان يعني شايفك تتناسى شيء. في عندك سفر قريب، وفي عندك شخص مهم عملت معاه من الخير، فهو ناكر الخير. في شخص باين هنا يوم وليلة بينقلب ضدك، وفي خلاف في عتبة البيت نتيجة حسد وعين شديدة. واحذر من اي مشاكل من المقربين او الناس الغريبة الفترة دي. هيكون عندك هنا موضوع في البنك الفترة دي، خلي بالك وكن حريص، ما تأمنش لأي حد. والأزمات المادية ملاحقاك ماشي خلال الفترة دي، وأنا شايفك هنا بتعاني بحمل وكثرة المسؤوليات اللي بتزيد فوق كتافك يوم عن يوم. بقول لك أنت هنا مستحمل هموم، مستحمل هموم مش كدك، ومجبر إنك تقدم تنازلات علشان المركب تسير وتمشي. أشخاص هنا بتعمل إنها بتحبك، هذا الأشخاص دي بتعمل إنها يعني بتحبك بس بتضرب وبتأذيك، خلي بالك. بقول لك وبقول لك احذر من الخدعة من شخص مقرب منك. الشخص ده مقرب منك لكن بيخدعك، شخص مش كويس، فخلي بالك وكن حريص من الناس اللي حواليك. مع انك انت قدمت معاهم كل الخير، ساعدتهم كثير، وقفت معاهم ودعمتهم، بتفكر بيأذوك ليه او اذوك ليه او ايه السبب اللي يخليهم يأذوك. الناس دي مش بتحب لك اي خير نهائيا. شايفك البعض هنا منكم بيعاني من خنقة او حزن في قلبه، موجوع، اتخزلتم من اشخاص او اتخزلتم من الحبيب او اتخزلتم من حد قريب عليكم او عزيز على قلبكم، لان شايفكم محتاجين شخص تتكلموا معاه او يطبطب عليكم، لان جواكم حاجات كثيرة نفسكم تتكلموا فيها، مش لاقيين الشخص الصح اللي تثقوا فيه وترموا حمولكم عليه. بس ديالك الفرحة اللي هتنسيه كل الوجع وكل اللي حصل، لان انتم عشتم ايام صعبة، ولغاية دلوقتي لسه فيها الايام الصعبة، لسه بتعانوا من السحر، طبقتم طرق كثيرة لكن لسه ما خلصتوش منه. لكن في منكم شفاء بفضل الله تعالى، وفي منكم لسه السحر مسيطر عليه، والحسد عراقيل كثيرة لا مكتمل زواد، ألم في الجسد كله، ألم في الأمعاء، خنقة وضيق، تساقط في الشعر، علامات زرقاء في الجسد، أحلام وكوابيس، نفور ومشاكل بدون سبب. عندك هنا بعض المشاكل، البعض ممكن سمع كلام وضايقه، جواكم ناويين على التغير للأحسن. البعض موجوع بسبب العاطفة، حصل انفصال مع الشريك. ربنا هيحقق لكم أمنية، والأيام اللي جاية حلوة قوي وفيها فرحة هتنسيك الماضي. في حد هيظهر للبعض هيغير حياتك للأحسن، هيبعث لكم الشخص اللي هيقدركم. إن الله مع الصابرين.
إن الله مع الصابرين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عندك تغيرات قادمة تدك بابك وبدايات عاطفية وأمور جديدة والتخلص من العلاقات السامة والطاقات السلبية اللي مسيطرة عليك وخروج ناس من حياتك، تقبل التغير خطوة جادة. لديك هنا أخبار جميلة تتعلق بعمل جديد أو مقدم على عمل أو منتظر وظيفة أو زيادة راتب. في اختبار هنا هتمر به وبتكون كده وتعدي منه على خير إن شاء الله. في شخص هنا الشخص ده مش من بردك، مفتقدك الأيام دي، وانقباض قلبك دليل على إنه بيفكر فيك. في اختلاف هنا في آراء العقل بسبب تأثير من حولك في ضغط. أرى إنك هنا مستمع لمن حولك هذا الفترة. في سوء تفاهم ما بينك وما بين الشريك أو ما بينك أو ما بين عزيز على قلبك. والضيقة والخنقة اللي مزعلاك مش عارف تفضفض. في هنا بتحاول تنقل من المكان اللي انت فيه أو تشتري مسكن أو تنقل للمكان اللي انت فيه، لأن أرى في نقلة في تغير عتبة والتخلص من الطاقات السلبية والزعل اللي جواك رح تنتهي منه. رح تكتشف أمور وحقائق حواليك، رح تكتشف الست اللي أزياك أو هاي الست رح تكتشفها، لأن عندك بشرة وفرحة كبيرة واستقرار واطمئنان وكشف أسرار. كشف أسرار، كشف الخاين، كشف الساحرة، كشف المؤذي، كشف اللي أزيك. كل شيء رح ينكشف في وقته، لإما في رؤيات منامية ظهر معاك اللي أزاك، أو رح يكتشف أمامك، رح يكتشف بفضل الله تعالى، يعني راح تعرفه، رح ينتهي. لأن البعض عنده ظهرت أشياء غريبة في جسده مثل الحروف والخدوش وتعب وإرهاق وخمول وزهق وضيق وتعطيل في الرزق ونفور. حصلت أشياء كثيرة. أرى منكم منتظر عودة حبيب، بس هنا في حبيب في علاقة سرية، علاقة سالسة. أرى منكم منتظر عودة. انت في هنا خطوة هتاخدها او اشي هتعملها هيردع باذن الله تعالى الحبيب او ردوع للمنفصلين. في حاجة انت هتعملها او بتفكر تعملي فيها او هتعمليها هيتم الرجوع بقدرة الله تعالى. في خطوبة او زواج في ارض بيتك، قدامك خطوتين، وفي خطوبة او زواج في فرحة واكتمال شمل في ارض بيتك. في بشرة بنداح باذن الله تعالى رح تنجح، لأنك جهدت وسهرت وكفحت، فرح تنجح بقدرة الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. تمت القراءة أخواتنا في الله إسحاق أصحاب السبحة الأولى، فضلا وليس أمرا. ادعم الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة يشرفنا اشتراكك في القناة. واللي حابب يتواصل معنا الواتس أمامك، اللي حابب يتواصل معنا في الكشف ادعم الفيديو بشكرا واشترك في القناة وتعال واتس، وإن شاء الله نكشف لك وهنشوف إيه اللي عندك ونعالدك بمشيئة الله تعالى. السبحة الثانية، بسم الله الرحمن الرحيم. في مكالمة أو رسالة هتجي لك، بس ادعم الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. الرسالة دي هتجي لك من شخص غايب عنك بقاله فترة أو قاطع التواصل أو ما بينكم بلوك، رح تجي لك منه الرسالة. في أمور هتكون مثيرة ليك، هتندح قلقان بالنداح، بتفكر في النداح، ما جهدتش في الامتحان او ما جهدتش اكتر فقلقان، لكن هتندح بفضل ربنا وربنا هيرضيك، ربنا هيرضيك، وعندك رجوع حق ليك. عندك هنا انهاء شر واعلان نصرك على الحزن. عندك هنا اشوف عند البعض فرحة في بيتك بإذن الله. أراك بس قلقان على شخص مريض من عيلتك أو حد عزيز على قلبك سوى والدتك أو والدك، ما تعبان عنده ضغط أو عنده سكر أو عنده ألم، تعبان وراح لدكتور مرة واثنين ربي يشفي. عندك حسد،
شديد من المقربين، هو مؤثر عليك في حياتك كلها، عندك رزقك معطل، نفور بينك وبين الشريك، وتفكر بالانفصال، مش طايق اي شيء او مش طايق حد، تعطيلات كثيرة، وبعض الطاقات عندك وسواس قهري او طاقة مس مأثرة عليك يعني ما مستمتع بالحياة، ودايما الافكار السيئة هي اللي مسيطرة عليك. يوجد هنا امرأة، المرأة دي معاها بنت تريد ازيتك باي طريقة، شكلها مثل الثعبان جاية بتلف حواليك حتى تلدغك، وهي رشالك سحر ومنه شربت، رشالك سحر ومنه شربت، يعني الاثنين ازياك كثيرة. بس انت هنا هتكون مصدوم من شخصية بتتكلم عنك، وما كنتش متوقع انه رح يأتي يوم من الايام يتكلم عنك. في صلح هنا ما بين شريك او ما بين حبيب، او صلح بينك وما بين الشريك، ورجوع للمنفصلين. واللي بيفكر في الانفصال بلاش الانفصال دلوقتي، علشان السحر مسيطر او السحر تعبك او السحر شديد. كلام سليم، بس انا شايف هنا احذر من النصب والاحتيال، واحذر من يعني من اراء ناس مش مفيدة ليك. عندك شخص هنا يعني هيحاول يقلب الكلام عليك علشان يطلعك كذاب، بيحكي ان قلبك موجوع. شايفك هنا من اشخاص كثيرة، عندك هنا مشكلة بينك وما بين الحبيب، فممكن يحصل طلاق او انفصال. بعد بقول ليك هنا شايفك هتقعد مع شخص وبتطلب منه مساعدة، بس الشخص هيكون الاستغلال في نيته منك. عندك حب، بس الحب هيكون معدوم من المشاعر، وبحذرك من خداع بعض الاشخاص ليك. وعندك هنا خلاف في عتبة بيتك، وهتسمع هنا ناس هتضايقك. فلوسك الفترة دي قليلة، وحاول على قد ما تقدر تحذر او تحذر مصاريفك المادية، حاول على قد ما تقدر علشان فلوسك المادية. شايفك هنا لانك هنا داخل على تقلبات مادية مش يعني هتعبك، في شخص هنا هتسمع منه كلام مش هي يعني هينصفك، ورب العالمين هيكون سندك في اصعب الظروف. الفترة اللي جاية هيتواصل معك شخص من الماضي، وكأنه شايفك هنا بتحاول تبعد عن فئة معينة من الناس، فبقول لك اوقات كتير بتكون يعني عداني او يعني عداني مع شخص، مع بعض الاشخاص كمان، بس ده بيكون لمصلحتك مش لمصلحتهم. شايف عندك هنا بعض يعني البعض هنا، في عندك اخبار حلوة بتسمعها، وفي عندك مكالمة تليفون بتفرحك، في مكالمة تليفون بتديلك بتفرحك على خير. شايفك هنا في خبر هيسعدك، عندك دخول محكمة، عندك دخول محكمة او تخلص اوراق او قضية في المحاكم، بس رب العالمين هيكون واقف معاه. في بلوك بينفك ما بينك وما بين شخص، واحذر من معاملة بعض المقربين منك، احذر. عندك امنية بتتحقق، بتفكر فيها 24 ساعة وبتقول امتى تتحقق، وبتقول هانت، وكل ما تقول هانت تطول، راح تتحقق في الوقت المناسب بإذن الله تعالى. شايف عندك هنا هدية، الهدية دي بتفرح بيها، هدية ديالك وبتفرح بيها. وشايف انك هنا يعني بتقابل ضيوف قريب يعني قريبة، شايف شخص هنا بيتعامل معاك بغموض، وكأنه مش عارف تكشف نواياه اتجاهك. في زيارة عندك لدكتور، واحذر من تعب معدتك الفترة دي، واحذر من تعب معدتك الفترة دي، وفضلا وليس امرا ادعم الفيديو واللايك احبابي في الله. شايف عندك هنا كسرة القسوة من العالم، يعني غيرتك كثير،
وخلقت منك شخص آخر ما كنتش متوقع، يعني ناس تخدعك وحقدهم عليك، ولكن حب رب العالمين ليك ظهر لك العدو من الحبيب، ظهر لك اللي أذيك من الحبيبة، ظهر لك اللي بيحبك عشان فلوسك، وظهر لك اللي بيحبك قدامك علشان هو أذيك. فربنا ظهر لك من بيحبك والعدوك. أنت هنا في حالة يعني ذهول من ناس حواليك، وكأنك بتسأل هل أنت كنت غلط مع تعاملك الصح مع الناس دي وحسن نيتك، ولا غلط عمال تعاتب نفسك. وبقول لك رب العالمين واقف جنبك وهيدعمك في كل الظروف. وعندك شخص هنا يعني الشخص ده معاك يعني في الكسوة، بس احذر منه، شايف يعني في شغل خاص بينك وما بينه. انت طيب القلب، وطيبتك دي يعني اشخاص بتستغلك في كثر يعني في كثرة مصالحهم ليهم، المصالح ليهم بيستغلوك، وبعد ما ياخدوا مصلحتهم ولا بيعرفوك. بقول لك هنا شخص يعني عنده البخل معاه وهيطلب منك فلوس وانت هترفض، وعندك شخص مقرب منك هيظهر على حقيقته معاك، هيظهر على حقيقته معاك. عندك مكالمة تليفون تاني هتجيلك من إنسانة عندها الغيرة، وهتتكلم في أمور هتضايقك فيه من غير ما تبين ليك إنها قاصدة نوع من الزهر، هيكون مسيطر عليك. وعندك شخص هنا هيتكلم في ظهرك بطريقة مش كويسة، هيحصل خلاف، ويعني هتجمع مع ثلاث أشخاص، وللأسف طريقتهم في الكلام هتكون قاسية عليك. احذر من بعض الأشخاص اللي عينهم فيها الغيرة. وعندك نقلة حلوة عندك هنا، بس في خلاف الفترة اللي جاية، رب العالمين هيرزقك الفترة اللي جاية، وشايفك هتكون من المحظوظين ابتداء من الأيام اللي جاية، هتكون من المحظوظين بإذن الله تعالى. شايف شيء قديم الشيء ده مفقود منك، راح تلاقيه بإذن الله تعالى. عندك حداثة جديدة قادمة ليك، عندك تعويضات إلهية قادمة في خبر واسع ورزق ونعم. هناك أخبار جميلة ستبدأ ببشرتها، في بركة في الرزق وترقية تخص عملك، ونجمك هيلمع في مجال العمل، عصور على عمل، شركة في مشروع، زيادة راتب، لأن نجمك هيلمع في العمل. عندك قرار صح بتأخذ القرار يعني يخص عملك، وهتلاقي دليل يؤكد إن قرارك صح. في شخص هنا أنت حبيته أو بتحبه بيزداد غلاوة ما بينكم إن شاء الله وتدوم محبتكم. في مواجهة هنا مع غريب يريد أذى ليك، لكن ربنا هيكشف ليك وهينصرك عليه. بس انت هنا ندمان على فضفضة قلته، وانت معاك حق، وخلي بالك من كلامك بلاش تظهر اللي في عقلك ويبقى على لسانك. في مفاجأة حلوة غير متوقعة، هدية قيمة قريبة منك من شخص غالي عليك، في استلام ورقة او وثيقة حكومية تخص مجال الرزق او مجال الفلوس او ورثك او فلوس ديالك. عندك نذر لازم توفيه. في أمور هنا خير ليك، الله أكبر، ديالك حداد حلوة. في أموال غير متوقعة قادمة ليك بإذن الواحد الأحد، في رجوع للمنفصلين أو في حدا بتعملها في رجوع بعدها، لأن في فرحة في أرض بيتك، في طريق سفر قدامك، طريق السفر مفتوح قدامك، أو بتفكر تسافر أو بتحاول تسافر، مفتوح طريق السفر، في السفر في داخل دولتك أو خارجها بمشيئة الله تعالى. بس الحسد عندك شديد، الحسد والسحر مسيطر عليك باللازم، لكن رب العالمين هينديك منه في نقلة من مكان لمكان، إن شاء الله يكون بيت زوجك أو بيت جديد فيه الراحة، فيه السعادة، فيه الخروج من الطاقة السلبية، وتترك السحر وتترك التعب اللي حاصل معاك، وتعيش حياتك في سعادة بإذن الله تعالى. وهتبدأ معاك الأخبار الحلوة
بإذن الله تعالى ستفادى بأفراح قادمة وانفراجة طال انتظارها، لأنك منتظر كثير وبتقول إمتى وبتقول هانت وبتقول بسمع كثير لكن ما فيش حاجة حصلت. إن الله مع الصابرين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترضون لله وقارا. وصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كله. أتمنى من أحبابي في الله فضلا وليس أمرا يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة يشرفنا اشتراكك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وإن كنت حابب الكشف عن المس أو السحر أو تابعة أو قرين أو أي إشياء تستفسر عنها ادعم الفيديو بشكرا واعمل سكرين للدعم وابعته على الواتس وراح ترد عليك مباشرة المديرة وهتوصلك معايا بإذن الله تعالى. وأتمنى لكم السلام.